بيعوضه بالعناصر الغذائية اللي هو محتاجها أو اللي هو بيفقدها في حكاية البيض وموضوع تأكيل الزغاليل. فده طبعا أحسن فيتامين للحمام، أنا بقول لك كده، ده اللي هيرجع الحمام بتاعك يشتغل من جديد. واحد بيقول لي الحمام عنده بقاله 3 شهور ما بيبيضش، كان شغال كويس وبعد 3 شهور الحمام ما عادش بيبيض خالص. كل الحمام عنده كمية حمام كبيرة جدا بيقول إن مفيش ولا بيضة. طيب في الفيديو ده انا هقول لك على سبب ممكن تكون انت بتعمله، انت تكون انت السبب في ان الحمام بتاعك ما بيبيضش. مش هقول لك على ادويه ولا على اي حاجه، هقول لك على حاجه في الاكل انت نفسك هتعرفها ان انت مقصر فيها فعلا. لو انت من النوع ده شوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. هنبدأ على طول نشرح على طول في ما هنأكل ايه وما نأكلش ايه. دلوقتي القص ده لسه اول شغله فمعهوش زغاليل، تمام؟ يعني ما معهوش لا بيض ولا زغاليل، لسه هيبدأ يشتغل من الليل ولسه ما بطش خالص، لسه ما اشتغلش. والقص التاني ده برضو نفس الحكاية ما اشتغلش. كل اللي في السلكة الحديد دي كلهم ما اشتغلوش. هنشوف الفرق بينهم وبين قص تاني معاه زغليل. بالنسبة لان في ناس كتير بتسألني نأكل الحمام ايه ومكونات الكلف ايه، هقولك احتياجات الحمام مش كلها واحد. اللي احتياجه القص اللي معاه زغليل غير القص اللي لسه ما اشتغلش او اللي معهوش زغليل. طيب هنشوف برضو هنا اهو، هنأكل عملي دلوقتي. ده القص ده معاه زغليل اهو، بسم الله ما شاء الله. احنا بنشرح طبعا كلنا على الحمام اللحم، لان طبعا الحمام اللحم المفروض ان هو يلحم، يعني المفروض دول على وشك ان هم يبيضوا بيحضروا عيش. فانا اعمل لهم ايه؟ اهو الزغاليل. الطاجن لسه مفروش دلوقتي تحديق، اللي هي الرملة اللي فيها التحديق دي اهو. والتاني جاهز اللي هو عشان يبيضوا هنا العيش الجديد. طبعا زغاليل دي لسه صغيرة، مثلا نقول 10 ايام، 10-11 يوم يعني، وهنا ان شاء الله هيبيضهم العيش الجديد. طيب انا شايل من قدامهم الاكل، طبعا زي ما حضرتك عارف انا بحط الكمية الاكل اللي الحمام ياكلها بس مرة واحدة في اليوم. طيب انا هجيب الاكل اللي انا باكله واقول لك انا اكلهم ازاي. طبعا دي الخلطة بتاعتنا او الكلفة زي ما بيقولوا من جماعة اخواتنا المصريين، دي كلفة الحمام. انا مش حاطط فيها غير هما، هقول لك دول ايه بالظبط. دول الوقت حاليا ما عجبتنيش الغلة فما حطتش غلة. دي فول بس مفيش بسلة، كمان البسلة كانت غالية ومش كويسة. ده فول ودورة حمام، دورة ابيض ودورة اصفر، دول الثلاث اصناف مفروض نحط عليهم بسلة. يعني هنأكل اللي في السلكة الخشب الاول عشان تبقى عارف انا بأكل ازاي. ده اهو معانا، انا بعطي لكل فرد قبضة ايد كده، قبضة ايد بالشكل ده. دي وجبة حمامة اهو، اثنين ثلاثة. ده طبعا عشان ما هم زغاليل هحط لهم كل وقت الزغاليل كبرت فيبقوا زيهم زي الاهالي، يعني الفرد واحدة كده 4 قبضات يد كده. طبعا الحمام هياكل اهو، بدأ يبدأ ياكل. وبعد شوية هوري لك الحمام ده اكل ايه وساب ايه. انت شفت المكونات، طبعا شفت المكونات. طب هنحط برضو هنا للي هم ما اشتغلوش دول برضو من نفس الخلطة. طبعا دول هنحط لهم قبضتين، واحدة وادي الثانية، طبعا بفولها بالدورة بتاعها زيها زي التانيين بالظبط. طيب انا هأكل كل الحمام وهرجع اكمل معاكم الفيديو عشان نشوف دول كلوا ايه وسابوا ايه، ودول كلوا ايه وسابوا ايه، دول محتاجين ايه ودول محتاجين ايه. عملي هتشوف على الطبيعة. شايف انت دول اللي معهم زغاليل بياكلوا ازاي يا جماعة؟ شوف اللي معهمش زغاليل يعني ايه، كمان شوية نيجي ناكل. هم جعانين لكن علشان انا لسه حاططهم امبارح بس في السلكه، لسه ما تعودوش على السلكه قوي، لكن هياكلهم يعني دلوقتي. هكمل تاكيل ونرجع نكمل الفيديو. طيب بعد شويه لما الحمام اكل، ده اللي حمام اللي هو لسه ما هوش شغال، نشوفه كل ايه. شايف هنا سايب الفول، ما اكلش الفول، ده عشان في ناس كتير بتقول لي ان الحمام بتاعها مش بياكل الفول. طيب ده ما اكلش الفول، ماشي، عشان في ناس بقول لها اكلوا فول يقول ان الحمام مش بياكل فول. طيب هنشوف بقى الحمام اللي هو شغال، هنشوف الحمام اللي هو شغال. اه بسم الله ما شاء الله، راح ياكل ولاده. ها
هنا كال الفول خالص، هو سايب دورة العويجة او دورة الحمام وسايب دورة اصفر بعد واحدة كده، لكن كال دورة اصفر كتير برضو، لكن سايب دورة الحمام. طيب هو هيأكل ولاده، ودلوقتي نشوف الحمام ده هيعمل ايه. يبقى اذا ده بياكل فول لانه محتاج الفول لانه شغال، خلاص. يبقى الايه الفول بيعوضه بالبروتينات، الفول بيعوضه بالعناصر الغذائية اللي هو محتاجها او اللي هو بيفقدها في حكاية البيض وموضوع تأكيل الزغاليل. فده طبعا احسن فيتامين للحمام، انا بقول لك كده، ده اللي هيرجع الحمام بتاعك يشتغل من جديد. طب احنا هنشوف القص ده في حركة، يا رب ايه نشوفها مع بعض، لان هو بعد ما هياكل كده هتلاقيه بيشعبط في السلك ده بيخبط لي تاني، عشان احط له شوية فول كمان. هو ساب الذرة وهو عايز شوية فول كمان، مش ده بس، اي قص من دول شغال فبيعمل لي الحركة دي. هنشوفه برضو دلوقتي، بس الموضوع ده بياخد وقت شوية لحد ما يأكل زغليله. لما يأكل زغليله هيبتدي يخبط لي على السلك ده. الموضوع ده انا اكتشفته فعلا، مريت بيه عن تجربة، ان حمامي في وقت من الاوقات قعد اكتر من 3 شهور قطع بيض نهائيا. شايف كمية الحمام عندنا ما شاء الله، كمية حمام سايبة كتير، يعني ما تقولش اللي في السلكات دي كمية حمام سايبة كبيرة. كمية الحمام دي ما كانش فيه ولا بيضة. ايه اللي حصل ايامها لما ما كانش فيه ولا بيضة؟ كنت انا عملت حادثة واتكسرت وما كنتش بطلع للحمام، فالاولاد هم اللي بيروحوا يشتروا الكلفة وهم اللي بيأكلوا الحمام. اتابي في الوقت ده هم كانوا بيروحوا يشتروا دورة الحمام بس، ما كانوش بيحطوا حاجة تانية غير دورة الحمام. فالحمام قطع بيض نهائيا، بقول لك كده ولا بيضة. تخيل، عمرها ما حصلت عندي ابدا، صيف ولا شتاء ولا في اي وقت، طول ما انا بأكل الكلفة اللي فيها الفول واللي فيها كل العناصر. ده اكد لي ان الفول. طب انا حليتها ازاي اياميها؟ شايف القص بتاعنا، انا حليتها اياميها، انا بقيت اشتري فول خالص واكل الحمام. بفضل الله رجع اشتغل في خلال اسبوع، الحمام كله رجع باض تاني في خلال اسبوع. بقيت اجيب الفول كده، بقيت اجيب الفول زي ما انا جايب كده، الفول كده فول خام، بس فول بس، وامسك الفول في ايدي كده. بقيت اجيب الفول كده خالص كده خام كده، وابدا ااكل بايدي الحمام، بايدي ياكل من ايدي اللي هو محتاجه. لكن طبعا الحمام ده شبع، هنزود له اهو، هنشوفه من هنا اهو، شوف لما هنزود له الفول هيرجع ياكل تاني، هيرجع ياكل ويروح ياكل زغليله. اهو شوف الفول، هو محتاج الفول، القص اللي معاه زغليل محتاج فول بزياده. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل لده كلفه ولده كلفه؟ هقول لك لا، لو انت عايز تزود شويه فول كده تجيبهم لوحدهم وتبقى تعطي للقص الشغال شويه فول، اعمل كده. لو انت ما انتش عايز تعمل كده هقول لك اكل الكلفه العاديه. لو انت مربي في سلكات هتزود كميه زياده، مثلا انا بحط قبضه يد للفرد، انت هتحط 2 بعد ما الحمام ياكل، تستنى شويه ساعة ولو ساعة، وبعد كده تقشط الطريقة اللي كانوا بيعملوها الناس الغواء القدام، ملى الأكل بزيادة شوية، الحمام ياخد الكمية اللي هو عايزها. زي ما قلت لك هتلاقي ده بياكل حاجة واللي مش شغال بياكل حاجة تانية، كل فرد ياخد اللي هو محتاجه اللي جسمه محتاجه. ده هيسيب الذرة، نشيل الذرة بعد ما نخلص أكل. بعد ما يخلص أكل خلاص خلصت النص ساعة، ده لو أنت مكتر الكمية يعني، بس المهم ياخد اللي هو محتاجه. بعد ما يخلص هتروح شايل اللي بنسميها عملية القشط، وتروح عاملها كده خلاص، ولغاية تاني يوم تسيبها بقى كده بالشكل ده، خلاص اتكفت كده، خلاص ما تسيبش فيها اكل لغاية تاني يوم في نفس الميعاد. لكن اسيب طبعا المية، ولازم لازم يكون التحديق قدام الحمام. صدقني لو عوضت حمامك بالفول، الفول هيكفي، الفول هيكفي ان الحمام يرجع يبيض من اول وجديد. طيب انت هل هتقول لي انت ما بتعطيش اي ادويه؟ لا بعطي. هقول لك بعطي ايه. الحاجات الاساسيه اللي انا بعطيها للحمام، الحاجات الاساسيه اللي هي جروفيت بلس، بعطي 3 ايام سنت على اللتر، وبعطي السيلينيوم المستورد برضو 3 ايام في الشهر. هتقول لي ورا بعض؟ لا هقول لك ازاي. اعطي ده 3 ايام وبعد اسبوعين اعطي الصنف الثاني 3 ايام. طيب ايه الكلفه اللي انت بتعطيها دي بس كده؟ اقول لك لا، الكلفه كل 5 كيلو اكل بحط عليهم ثنائي فوسفات الصوديوم، معلقه كبيره من ثنائي فوسفات الصوديوم على كل 5 كيلو اكل، تمام كده؟ ده اللي انا بعمله.
طيب كده خلاص خلصنا موضوع فيديو النهارده، بس في موضوع الفيديو اللي جاي مهم جدا يا جماعه. موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله بنجهز له، اللي هو هنعمل ازاي تحضر الخميره، لان انا شفت ناس من القنوات الكبيره بيجيب شويه خميره كده فوريه ويرجها في الازازه كده ويعملها. لا طبعا غلط، ولا لها فايده. الخميره لها تحضير، طريقه تحضير لازم تحضرها الاول، هقول لك تاتيها ازاي في الفيديو القادم ان شاء الله. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.